ست صغيرة ولابسة حلق دهب ولا وايه ماشية لوحدها؟ اقول لك ايه يا حبيبتي، ما تيجي اجيب لك حاجة حلوة. تعالي تعالي. الله، ايه الحلق ده؟ بس ايه ده؟ ده الحلق ده هيقع منك. استني البسهولك كويس. ايوه ده ثبتلك عليه. استنى ثبتلك على التاني ماشي، عشان ما يقعش منك وماما ما تضربكيش. ماشي. هو ده يا بصي بقالك شيل في ودنك ولا ايه؟ مش عايز يتقلع. ايه ده؟ يا عم انت متعبت؟ يا عم انت بتخرف تقول ايه؟ امشي يا عم، سيبك من البت بتاعت القرف، غور بقى في دهي. يا عم انت مالك شاغل نفسك ليه؟ امشي بقى يا عم. اوعى يا عم جتك القرف غور. انا ابو شكلك اوعى. في ايه؟ في ايه يا استاذ؟ العبيط ولا المتساوي دوت عايز البت ولا يسرق ده؟ اه بالبنت. يا اخي فين؟ لا يا اخي ما اعرفش بين الاشكال اللي زي الشارع. يلا يلا امشي من هنا يا استغفر الله العظيم يا رب. تبلوت البلد. يعني هو كان عايز يخطفك يا حبيبتي؟ شايف البنوته خايفه منه ازاي؟ انت تقعدوا بقى تعمل نفسك ان انت بتلم بقى ازاز وحاجات زي كده وتخطفوا بقى الاطفال. يا اخي حرام عليكم بقى، غور بقى في ايديا. امشي يلا. يا بقول لك امشي. خلاص يا استاذ انا مشيت. طب البنوته دي ما اعرفش كانت بتقول رايحه لبابا ولا مش عارفه رايحه فين. مش بنت حضرتك يعني؟ لا مش بنتي، ده انا قلت اساعدها لما لقيت الواد ده المتسول ده. حلوه والله، جزاك كل خير يا استاذ. طب بقول لك ايه؟ نعم. علشان انا بس مستعجله ومش هقدر عليه تاني لو جه، ممكن انت توديها شوف هي رايحه فين؟ ينوبك ثواب. خلاص ماشي حاضر. ماشي. رايحه فين يا حبيبتي؟ انا كنت رايحه عند بابا. طب وبابا سكته منين؟ بابا اخر الشارع ده. طب تعالي حتى اوصلك. عيل متسول زي دوت يضيع مني المصلحه. سيلا خدت فرده حلق والدهب برده بشيء وشويات دلوقتي، بس فرده واحده. مثل بابا يا حبيبتي. بابا ايه يا حبيبتي اتاخرت ليه كده؟ اتاخرت ايه بس يا استاذ؟ ينفع يا استاذ معلش يسيب بنت زي دي كده في السن ده لوحدها في الشارع؟ ايه المشكله يعني؟ ما دايما بتروح تشتري لنفسها حاجه وبتروح وتيجي لوحدها، ايه المشكله؟ مش فاهم يا استاذ. المره دي غير كل مره. ليه اللي حصل ده؟ وانا معدي لقيت واحده منقبه ماسكه فيها وواحد متسول عايز ياخدها هي. انت بتقول ايه؟ والله هو ده اللي حصل. انت كويسه؟ عمل فيك يا نهار اسود. فين إيه؟ فرده الحلق ده؟ فرده واحده اللي موجوده سرقت. الفردة راحت فين بقى المتسول سرقها؟ لا انا ما اعتقد يعني المتسول ما يسرقش ذهب او ما يعرفش يعني ايه ذهب، هو اخره ممكن يعرف يعني ايه فلوس. ازاي يعني؟ مش انت بتقول هو اللي كان ماسكها؟ ايوه بس المراقبه كانت بتحوش عنها يعني. كانت الحاله راحت فين؟ يا بنتي مين اللي خدها منك؟ بس طالما المتسول ما خدهاش يبقى المنقبه. يا عم لا المنقبه ما تسيبش الظن بيها، ده كانت بتحوش عن بنتك. يا عم انت ايه اللي خلاك واثق قوي كده؟ انا مش فاهم يعني انت معاهم، انت بتدافع عنهم يعني؟ انا يا استاذ بقول اللي انا شفته بس مش اكتر، ممكن يكون واحد منها في البيت ولا حاجه. طب حبيبتي او بعد اذنك يا استاذ، انت عارف مكانهم او عارف شكله؟ اتعور رهوني يا استاذ. انا مشيته والله. يا نهار اسود، طب اجيبه ازاي ده دلوقتي؟ والله اوصل للست دي ازاي؟ ما انا عايز اعرف فرده الحلقه راحت فين، مفيش غير فرده واحده. يا استاذ احمد ربنا بقى اللي انت بقى اللي بنتك ويعوض عليك ربنا. يا رب فداك يا بنتي. المهم ان انت كويسه. طب الحمد لله. ماشي يا استاذ انا متشكر جدا. لا عادي ولا يهمك، انا عطلتني عن شغلي. طب انا هروح اشوف احمد. زعلان؟ كويس ان انت لقيت بنتك اصلا. حتى كمان عايز لهم الست المركبه اللي كانت بتحوش عن بنته. قلت لها الحلقه دي وقع منها في البيت ولا اي حاجه، ناس مهمله. يلا يا حبيبتي ادخلي. فريده بقول لك ايه؟ ادخلي جوه وما تخرجيش من جوه غير لما انا اجي واخرجك، تمام؟ انا رايح مشوار دلوقتي، اوعى تخرجي بره. لا يا بابا انا عايز اجي معاك. لا خليكي هنا، هتيجي معايا فين؟ انا رايح مشوار مش هينفع. يلا ادخلي. والحمد لله ان جت على قد كده، ربنا سترها. في مستنيه اتاخر ليه بس؟ معلش يا ياسمين اتاخرت. ايه عليك؟ ايه يا احمد؟ لو تعرفي اللي كنت فيه هتعذريني. خير يا احمد؟ في حاجه ولا ايه؟ البنت كانت في الشارع مالها؟ وفرده الحلقه اتسرقت منها. يا لهوي فرده حلقه. طب ما عرفتش مين؟ الظاهر كده واحدة منقبة يا ياسمين. لا يا احمد منقبة ايه؟ ده المتسول. انت بتقول ايه؟ قصدي ان الشوارع كلها بقت ناس متسولة وهما اللي بيعملوا كده، يعني هيكون مين؟ طب بقول لك ايه يا احمد؟ ايه يا ياسمين؟ انا اتأخرت وبقالي كتير قوي مستنياك، فهروح انا وبعد ساعة نبقى نتقابل. انا همشي. احنا لسه ما قعدناش. معلش يا احمد، اصل افتكرت من حاجة لازم اعملها ضروري.
همشي انا همشي انا. هي ياسمين عرفت منين ان كان في واحد متسول اصلا؟ لا ياسمين كده اكيد تعرف حاجه، وانا لازم ارجع البيت دلوقتي اسال البت بنتي يمكن اطلع منها باي حاجه. فريده. نعم يا بابا نعم. خدي تعالى عايزك يا حبيبتي. نعم. بقول لك ايه؟ هو يوم ما اتسرق منك الحلقه كده الواد المتسول مد يده مثلا على الحلق، حط يده على ودنك، يعني قرب لا منك؟ لا ما قربش مني خالص. امال ايه اللي حصل بالظبط يعني فاهمين؟ هي الست المنقبه هي اللي بعدلت لي الحلق، قالت لي انا كنت اعدلك الحلق يا حبيبتي. يعني الست المنقبه هي اللي قالت لك اعدلك الحلق وحطت ايدها هنا؟ اه. طيب ماشي ماشي روحي انت يا حبيبتي. لا ليا كان لازم اعرف لساني يعني اقول له متسول؟ لازم اتصل بيه واطمن اشوف شك فيا ولا لا. ايوه اقول له انا عايزه اقابله عشان يعرف ان انا مش خايفه منه. ايه يا عملت ايه؟ طمني. طب خلاص لو كده انا هقابلك دلوقتي. معلش بقى ياسمين تعبت شويه ومش هقدر اجي. لا لا مره تاني، ده انا حتى كان في واحد صاحبي محتاج مني فلوس فبعت له فريده. ايه ده انت ازاي بعد اللي حصل تأمن لبنتك وتمشيها في شارع تاني وتديها فلوس كده؟ ها ايه يا بنتي في ايه؟ يا بقول لك هتسافر، فريده مش صغيره وفي نفس الوقت هيقابلها في الشارع اللي ورايا على طول. يلا خير الله يسلمك. تسلمي لي يا رب. ماشي مع السلامه. سلام. لا دي فرصتي يعني مطلع بنت ومعاها فلوس لا وفي نفس الشارع. انا كده البس العبايه والنقاب واستغل بقى فرصتي. دلوقتي جدرك يا فريده. يا فريده فريده بس كده محدش هيعرفني. اروح انا بقى اقابل البت واقلب منها القرشينات. يلا حبيبتي تعالي يلا. ايه ده كل دي فلوس يا بابا؟ انا خايفه لا تتسرق مني يا بابا. يا حبيبتي ما تقلقيش انا معاكي. يلا بس تعالي عشان تعملي اللي قلت لك عليه. راح على فين يا دكتوره يا جميله انت؟ ايه انا رايحه مشوار. وماشيه في المنطقه دي لوحدك ليه؟ لا انا رايحه مشوار. آه والشنطه اللي في ايدك دي فيها ايه؟ الفلوس بتاعت بابا. وريني كده عشان ما حدش ياخدها منك. طب تعالي معايا تعالي معايا وانا هشيلها لك عشان ما حدش ياخدها منك. بتاعت بابا. ماشي عشان ما حدش ياخدها منك. انت عيله صغيره انا هوديها لك. وهتفضل طول عمرك هبله لابسه نفس الفستان اللي قابلتني بيه ويا دوبك ما بتتغطي بنقاب ونفس الصوت. دي الشنطه بتاعت بابا فيها فلوس. انا هوديها لك ما تقلقيش. استنى انا ايه احمد فاكره ان انا مش عارفك؟ هتودي لك فلوس يا احمد. انا كنت هودي لها الفلوس عشان انت قلت ان انت تعبانه وخفت لحد يعمل فيها زي الحلق فقلت هودي لها الفلوس امن يعني. الحلق اللي انت سرقتيه صح؟ حلق ايه يا احمد؟ ما تظنش فيا ظن. لا بقول لك ايه تعرفي انا لا زعلان على الحلق ولا زعلان على اي حاجه، مش زعلان غير على حاجه واحده بس، النقاب اللي انت بتدري فيه. النقاب اللي انت بتدري فيه عشان تدري تسرقي. ايه اسرقي اعملي اللي انت عايزاه بعيد عن النقاب. النقاب ده للناس الطاهره، للناس اللي تعرف ربنا قريبه من ربنا. يا خساره يا خساره يا ياسمين بجد. ربنا يهديك. يلا يا بنتي للاسف ابوك اختار غلط. اللي انا بعمله ده انا فعلا غلطانه، واللي انا بعمله ده بيسيء للنقاب وما ينفعش اللي انا كنت بعمله ده اصلا.